ننتقل لسؤال آخر. والسؤال يقول: ماذا تعني كلمة سيلين؟ ومعنا اتصالات. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا معنا أحمد إبراهيم. أحمد، يا هلا أحمد، عرفت الإجابة؟ لو سمحت عيد السؤال. طيب، ماذا تعني كلمة سيلين؟ كلمة ويش؟ سيلين. سيلين يعني شاطئ سيلين، منطقة سيلين. شنو معنى كلمة سيلين؟ أي. كلمة سيلين؟ احنا قلنا الجواب اصلا. لا ما قلنا. قريب منه. شاطئ. شاطئ. لا غير شاطئ. لا لا، شنو يعني الكلمة نفسها؟ اي فكر وارجع اتصل. شكرا لك. شاطئ جميل. وين صح؟ ننتقل لمتصل آخر. منو معانا؟ معانا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. احنا قلنا شاطئ البحر صح؟ بس الإجابة مش شاطئ البحر. أنا عجبتني إجابته، شاطئ جميل. طيب معانا اتصال. عليكم. عليكم السلام. منو معانا؟ مع كريم لطفي الجرادي. ريم؟ لطفي الجرادي. عرفتي الإجابة ريم؟ خط اللاين. خط شنو؟ خط شنو؟ مرة ثانية. خط البحر. أيوة أيوة ساحل. أيوة. البحر. خط البحر. إجابتك صح يا ريم، مشكورة. مشاركات حلوة منكم. وبعد ننتقل لسؤال آخر، والسؤال يقول: ما هو صوت الإفعى؟ الإفعى. الإفعى. أيوة. معنا اتصال. السلام عليكم. ألو. ألو. ألو، منو معنا؟ ألو، محمد علي. يا هلا علي. علي محمد علي. طيب علي. علي محمد علي. طيب علي، عطنا الإجابة. حسيف. شنو؟ صحيح. الإجابة صح، شكرا لك علي. ننتقل لسؤال آخر. ماذا يسمى صوت الذئب؟ الذئب. ومعنا اتصالات. ألو. ألو، السلام عليكم. تحلوح. من معنا؟ أمل أسد تحلوح. أمل أسد تحلوح. أمل، شنو الإجابة؟ أواء. أيوة بالفعل يا أمل، إجابتك صحيحة. ننتقل من الذئب للأسد. ما هو صوت الأسد؟ وآخر سؤال معنا لليوم، وآخر متصل من معنا. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك جواهر محمد القحطاني. يا هلا جواهر، عرفت الإجابة؟ زئير. زئير؟ إيه. بالفعل يا جواهر، إجابتك صحيحة، أنت معنا آخر متصل. أعطينا ثلاث أرقام من 1 إلى 22. 10. أيوة جواهر. 10 و15. أيوة و5. شكرا لك. طبعا اللي فازوا معنا في لقاء اليوم: ريم لطفي البريدي 300 ريال، وجواهر محمد القحطاني 400 ريال، وعلي النعيمي من قطر 500 ريال.
طبعا مثل ما قلنا ريم لطفي البريدي 300 ريال، جواهر جواهر محمد القحطاني 400 ريال، وأيضا علي النعيمي من قطر 500 ريال. طبعا اللي فازوا يتصلون فينا الحين عشان نتواصل معاهم، وألف مبروك اللي فازوا. واللي ما فازوا اليوم تواصلوا معنا باكر، نفس الشيء، أسئلة متنوعة في التراث وعن جطار الماضي والحاضر والمستقبل، يعني عندكم فرصة باكر. أكيد وعقبة مستمرين معاكم أكيد. طبعا ثلاث فائزين معنا لليوم مثل ما قلنا اتصلوا فينا، ولكم اجمل تحيه من المتابعه احمد الكبيسي، والتنفيذ على الهواء مباشره خالد الهاشمي، وايضا من التقديم على الهواء مباشره حمد صالح ومحمد الحمادي، والاخراج عبد الواحد محمد. في امان الله. وين الصح؟ وين الصح؟ غلط غلط يا كل ما جاوب يقولوا لي غلط غلط. وين الصح؟ حمد صالح ومحمد الحمادي يسألونكم وين الصح؟ وين الصح؟ والمخرج عبد الواحد محمد ما راح يقصر معاكم. صح؟ كل ما تقوله صح، كل ما تقوله صح.